بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نستغل الطاعات ونتسابق لفعل ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن شهر رمضان هو شهر الله، وأن الصيام لله، وأنه هو الذي يجزي به. تحير العلماء في مسألة أن الصيام لله، الصلاة لله، الحج لله، العمرة لله، وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لله وأنا أجزي به. إلا أن ذكر المفسرون لهذا الحديث أنه لم يوجد أحد على هذه الأرض صرف عبادة الصيام لغير الله. هناك من عبد غير الله، من ذبح لغير الله، من سجد لغير الله، من دعا غير الله، من تقرب لغير الله، لكن من صام لغير الله لا يوجد. وأيضا يستطيع الإنسان أن يدخل الرياء والسمعة ويدخل عدم الإخلاص في أي عبادة، يطيل القيام في الصلاة، يحسن صوته، يتجهش في البكاء، يذكر الله علنا، لكن الصيام بينك وبين الله. الصيام ليس مقصور فقط على عدم تناول الطعام والشراب، بل بترك المعاصي وعدم قول الزور أو عدم تجريح اللسان بما لا يرضى الله. آفة اللسان من أشد الآفات التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام أنها سبب لدخول النار. وهل يكب الناس في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ بداية من الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. كثير من الصالحين يغفل أن الغيبة هي أنك تعطي حسناتك للآخرين فقط بسبب أنك تذكرهم بأشياء حقيقية، فتقول عن المتين متين، وتقول عن النحيف ضعيف نحيف، وتقول عن الطويل أنه جديد طويل، والقصير قصير، والجميل جميل، والقبيح قبيح. هذه الأوصاف التي تذكرها إن كان صاحبها لا يحب ولا يرضى ولا يقبل أن يتحدث عنه، هذه هي الغيبة. ويأتي الأشد منها البهتان، فتقول عنه ما ليس فيه، أو تتهمه بأشياء بينه وبين الله، فتقول العالم الفلاني أو الطالب الفلاني أو الإمام الفلاني فعل كذا وكذا من أجل كذا وكذا. ماذا؟ كيف عرفت؟ هل كشفت أو أطلعك الله على الغيب حيث أنك علمت ما في سريرته؟ يأتي الأف للوالدين، الاشمئزاز من طاعته، التعالي، التكبر، النظرة بدونية. من آفات اللسان الكذب، ولا يزال المرء يكذب ويكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. المسلم لا يكذب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل هل المسلم يزني؟ قال نعم، يقع في المعصية ويتوب إلى الله. هل المسلم يسرق؟ قال نعم، يحتال ويسرق ويتوب إلى الله. هل المسلم يكذب؟ قال لا. لماذا؟ لأن الكذب سببه أنك خائف من أن توقع نفسك في شيء أشد مما أنت فيه، والخوف عبادة قلبية لا تصرف إلا لله، فلا منجا ولا ملجأ، لن يستطيع أحد أن يضرك أو ينفعك إلا بإرادة الله. من استغلال شهر رمضان استغلالا دقيقا أنك تحرص على الاستعداد له من قبل، وتحرص على أن تسأل الله أن يتقبل منك بعد،
النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بشهر رمضان. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه. يخبر صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم. فاستغلال الوقت والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذات في شهر رمضان من الأعمال الجليلة التي يطلع الله على نية الإنسان فيبلغه ويبارك له في عمله وإن قل عمله. تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تترك النوم، تترك الراحة، وتقوم تتوضأ وتصبغ الوضوء، فقط تصلي ركعتين، قد يكون أجرك عند الله كمن قام 30 و20 ركعة، لأنك تركت من الملذات وتجاهد نفسك وتعين نفسك على فعل الطاعات، لا سيما الشاب، فأفضل عبادة يفعلها الإنسان وهو شاب. أما تأتي في شبابك فتتفرغ للدنيا فتلهث وتتعب حتى يأتي الليل وأنت مشغول، جسدك لا يقوى على القيام، وتريد أن تدرك وقت النوم لكي تستيقظ وتذهب إلى دوامك وعملك، فالرزق مقسوم، تبذل السبب لكن توازي وتساوي بين من تعول ومسؤولياتهم وبين علاقتك مع ربك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون حلق العلم والتدريس في شهر رمضان لكي يستغلوا هذا الشهر. كانوا يجتهدون في العبادة لدرجة أنهم في تجارتهم ينهوا الحسابات ويغلقوا الحوانيت إلى ما بعد رمضان، فيكون أدعى للمستفيد وللعميل وللمشتري أن ينتظر هذه السلعة بعد شهر، فيكون هناك تجديد وافتقاد. عندما يفتقد السلعة يعود إليها بالشراء بقوة. وأما بالنسبة للإنتاج في المصانع، معلوم عندما تتوقف ثم تنتج يكون ذاك بيع فيه كثرة وفيه تسويق كدعاية. استغلال شهر رمضان لا بد منه، ليس عيبا أن تكون طماعا أو أن تكون انتهازيا، لا، استغلال شهر رمضان أنك تستغل كل ثانية، تستغل كل دقيقة، تستغل كل لحظة. صادفك قيام قم ولو بركعة، صادفك تلاوة قرآن اقرأ ولو قل هو الله أحد 3 مرات، صادفك وقت الإفطار أنك تذهب إلى مسجد مجاور أو تصنع طعام في بيتك وترسله للمسجد يفطر أو للجيران يفطر منه. من أفطر صائما كان له مثل أجر الصائم. قد تستعين أيضا في استغلال شهر رمضان بكثرة الدعاء: اللهم بارك لنا في هذا الشهر، اللهم ارزقنا صيامه، اللهم ارزقنا قيامه، اللهم بلغنا يا كريم يا منان يا عظيم يا رحمن القبول والإحسان والتوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.